معنا مشاهدينا الكرام عبر اسكاب من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي التركي الدكتور مصطفى حامد أوغلو. مرحبا بك دكتور مصطفى. اذا الا ترى ان العقوبات الامريكيه على تركيا وفرضها رسوما اضافيه على الالمنيوم والحديد الصلب هي قرارات انتقاميه اكثر منها سياسيه؟ دعنا اولا نشخص الواقع بشكل واضح. هناك اليوم امريكا قياده تتصرف بعنجهيه ولا تعطي اي يعني لا تعطي اهميه ولا للدول ذات السياده المستقله، لا تعامل الدول على هذا المستوى، انما تتصرف بشكل احادي وكانها هي القائد والمسيطر والذي يملك العالم برمته. الناحية الثانية، هناك اقتصاد تركي يقبل أو قابل للتأثر بأي مجريات أو أي أحداث سياسية أو عسكرية، لأنه يتأثر بهذه التصريحات لأنه مرتبط برأس المال الخارجي الذي يعتمد على الديون الخارجية. طيب. ثالثا، هناك علاقة أمريكية تركية لم يعد من المعقول او من المقبول، يعني او لا يعني كلمه شراكه او يعني حلفاء لم تعد هذه الكلمه تصف يعني تفي بهذه العلاقه، فهناك عداوه وهناك تآمر امريكي ضد تركيا منذ فتره طويله. هناك تسليح لقوات البي اي دي ضد تركيا، وهناك اصابع يعني متهمه امريكا بانها وراء الانقلاب العسكري الفاشل، واخيرا هذه الحرب. وهذا ما دعا الرئيس التركي اردوغان ان يقول ان تراجع الليره ناجم عن مؤامره سياسيه وسنبحث عن اسواق جديده وحلفاء اخرين. الى اي مدى يمكن ان تتخلى امريكا عن حليف مهم تركيا؟ يعني التصريحات الرئيس اليوم الرئيس طيب اردوغان هي تعتبر بمثابه ربما يعني انعطافه كبيره، لان تركيا حاولت مرارا وتكرارا ان تثني الاداره الامريكيه عن ما تقوم به من تصرفات عدائيه ضد تركيا. اليوم تركيا ربما ادركت ان كل هذا السكوت او الصبر او محاوله تعديل العلاقات ترميم العلاقات لم يجدي نفعا، ولا بد من أن يكون هناك منحة جديدة، ولا بد من ربما العلنية في المواجهة بشكل جدي، لأن التصريحات الأخيرة هي تعتبر يعني استفزازية وتريد يعني النيل من هيبة تركيا وتركيع تركيا، وليست القضية مرتبطة بالقدس فرانسون، ربما هي الحلقة الأضعف في كثير من المواضيع والملفات العالقة بين البلدين، وتريد أمريكا من تركيا التراجع وأن تكون هناك أن تكون دولة مرتبطة تابعة لتدور ضمن الفلك الأمريكي، وهذا هو سبب الخلاف. لذلك تركيا اليوم ترى لابد من البحث عن بديل، وبديل بشكل جدي. كانت تركيا تسعى لتنويع البدائل، لكن اليوم ربما هي تبحث عن بديل، لأن هذه الأزمة العميقة اليوم بين أمريكا وتركيا ربما لا يمكن تجاوزها بسهولة. يعني اقتصاديا تركيا بالتأكيد تأثرت، وهل تعتقد أن يعني تركيا لمجاوزة هذا التأثير قادرة على إيجاد شراكات جديدة يمكن عبرها الخروج من هذه الأزمة التي صنعتها أمريكا؟ يعني هل تعتقد أن التعامل بالعملة المحلية في التجارة البينية مع الشركاء الجدد يمكن أن يحل المشكلة؟ لذلك أنا قلت أن هناك سوق تركي، اقتصاد تركي قابل للتأثر بأي تصريحات أو تأثيرات خارجية داخلية أو خارجية، لأنه يعتمد على المال الساخن، الأموال الساخنة التي تأتي وهي كقروض خارجية. لكن تركيا ومنذ فترة طويلة تسعى لأن يكون هناك تنويع للبدائل. اليوم تركيا لها علاقات جيدة مع الدول الأوروبية التي هي الأساس بالنسبة للميزان التجاري التركي، وأغلب يعني الصادرات إلى الدول الأوروبية. أيضا هي اليوم لديها يعني علاقات جيدة وتسعى لأن تكون علاقات أوسع وأكثر مع الدول مع دول أفريقيا. وأيضا السوق اليوم والتحالفات مع روسيا وإيران وكوريا وأيضا أوكرانيا، هذا السوق الجديد أيضا منذ فترة تسعى تركيا صراحة لأن يكون التعامل بالعملة المحلية لكي تخفف الآثار السلبية عن الدولار. شكرا جزيلا لك عبر سكايب دكتور مصطفى حامد أوغلو الكاتب والباحث السياسي التركي.